عندي مشكلة إني ما أقدر أمسك نفسي إذا شفت أكل ساخن. والله أنا ما بمسكش نفسي ولا سخن ولا سيئة يعني. ماشي. اشتغل الدليفري. ومع الأسف كنت أكل الوجبة بنص الطريق. أنت اللي بتجيب لي الأكل ولا حاتم من مصر؟ أيوة يخرب بيتك، ده أنا أبلغ عنك كده عرفتك وارجع تاني أطلب نفس الوجبة ووصلها. لا يا حبيبي أنت ما بتوصلهاش، أنت بتبقى أكلتها. راتبي طار، ما العمل؟ العمل إنك حرام يا حاتم، ما تاكلش الأكل يا حاتم. الأمل إنك أنت تحترم عملك وما تاكل الأكل. الحين خليتني بدور في الوجبات حقتي أشوف أحد مأكلها. حاتم تاكل مني وتقطف فلوسك مني؟ ليش الصاير؟ حلو نايس. اشتغل بآيس كريم، دليفري آيس كريم. مازال أنت بس الأكل الساخن عندك مشكلة فيه، أو إنك أنت تخلي زميل ثاني يوصل الطلبات وتشوف لك شغلة غير شغلة في المطعم. إيش أسوي لي؟ أنت مشفوح. تعجب أوي. تشتغلش يا ابني في أماكن فيها أكل. خلك زبون عشان الأكل دائما يجيك حار، بدل ما تمد إيدك على أكل الناس. يا طفس. يستغفر الله العظيم يا رب. خلوهم يأكلونك في البيت. دقيقة شوية. وش أفطرتوا اليوم؟ لحظة الانتحار.